أليكس فيدال، فيدال ليو على جهة اليمين، لمسة باتجاه جوميز، ممتازة لبرشلونة، خطيرة من أدري جوميز، وراس! الوزيتو جميلة من سواريز، الله يا الوزيتو، هدف أول لبرشلونة بعد المئة، بعد المئوية التهديفية الكبيرة مع البارسا، يبدأ مشوار جديد مع الأهداف والبحث ربما مع مئوية جديدة وعن مئوية جديدة لبرشلونة، له مع برشلونة لمسة وتمريرة من جانبي فيدال جوميز، تحرك جميل، صاحب قدم المجتهد أردا توران، رافينيا يلعبها عرضية خطيرة، الثاني لبرشلونة ليو، فعلها ميسي، فعلها أخيرا في شباك ناس اللي لم تستقبل أي هدف من ليونيل، هدفان، هدف ثاني الآن لبرشلونة ليو، هدف لليونيل ميسي، عصية لم تعد عصية، ضحية أضيفت للضحايا، نظيفة لم تعد شباكهم نظيفة، أصبحوا الآن ضد ميسي وبرشلونة مجرد بقايا، هدف من جانب ليونيل بعد عمل رائع رافينيا للقائم الثاني، ليونيل انتظرها برشلونة من أجل الفوز بأقل مجهود، لمسة باتجاه رافينيا داخل منطقة الجزاء، وزيتو يا كبير يا كبير، لويزيتو، ما هذا السحر المثير، هذا كثير يا اليوم وهذا كثير يا سواريز، يا لويزيتو جميلة لبرشلونة في مقتل، وضعها له في مقتل خبث الكبار، لمسة الكبار، مهارة النجوم الكبار القادرين على أحداث الفارق في أي وقت، شوفها مرة أخرى في الزاوية البعيدة البعيدة البعيدة، وبسيط أنه لا يلعب أساسيا ليون سواريز، الهاتريك يا سواريز، الوزيتو تمريرة عابرة للقارات للمساحات، لويزيتو كان يريد الهاتريك، الحارس فراس يمنع، ولكن توران يوثق يؤكد فوز برشلونة برباعية اليوم، انطلاقة ممتازة على جهة اليمين، باكو كثير خطيرة داخل منطقة الجزاء، واردا في الانتظار، فيدال والخامس يا أليكس فيدال، هدف خامس لبرشلونة، الله يا باكو الكثير، تمريرة رائعة، عمل كبير يا فيدال، ليست كل الأيام صعبة يا فيدال، ليست كلها سيئة يا فيدال، لابد أنك تعود، ولابد أن الابتسامة تعود، ولابد أن الروح تعود، شوف الهدف وتأثيره على اللاعب في الظل، في الدكة، في غرفة العلاج، وفي الشارع، وبعيدا عن التشكيل الأساسي، شوف كلهم كيف يفرحوا من أجلك فيدال، شوف كلهم كيف وقفوا معك فيدال في لقطة الهدف، شوفها مرة أخرى من باكو، انطلاقة سريعة وصاروخ.